نعاودوا نكملوا وراء انسان نروحوا لونغ. لونغ هنا لونغ هو ثاني نوع من انواع تاع لي فاريابل، مش هو شغل الانتيغال. زادوا كبروه داروه في 32 بيت، يعني المتغير من نوع لونغ نقدر نكتب فيه من نفس نحسبوا هنا عندي ثلاث اصفار ثلاث ارقام ثلاث ارقام وثلاث ارقام، يعني من نفس زوج ملايا حتى زائد زوج ملايا، يعني هنا عدد كبير جدا. هذا نستعملوه كي نعودو حابين واحد يخدم باعداد كبيره، يسمى متغير من نوع لونغ وفيه 32 بيت. ونفس الشيء لونغ نسمي الفاريابل تاعي ونخدم به، مثلا نجي هنا نكتب له لونغ يعني متغير، هاو عرفوا الاردوينو، نسمي مثلا المتغير تاعي اي متغير ان يساوي، نقدر ندير له هنا رقم كبير ونفركي. ورا لونغ عندي انزايند لونغ، يعني لونغ وهو ما عندوش اشاره، هاو دونك يولي لي دوبل أربعة ملاير. وراء لونغ عندي فلوت، فلوت تاني مهم جدا، هو نوع من أنواع لفاريابل في الأردوينو. فلوت هو العدد بالفاصلة، فلوت هو العدد الذي تكون خلفه وصف فاصلة. كيف نقدر نكتبه؟ فلوت راه يتكتب سير 32 بيت. ومين يقدر يحسب لي؟ يبدأ لي من 3.4 E puissance 38 حتى هو 3.4 E puissance 38، معناتها E puissance 38 يعني أس 38، 3.4 أس 38، هذا واش معناه؟ 3.4 أس 38 يعني عدد كبير جدا. وزيد الحاجة المليحة يكون عندي قداه رقم ورا الفاصلة، عندي نقدر نستعمل 1 2 3 4 5 6 7، يعني دقة عندي دقة كبيرة. هذا النوع تاع لي فاريابل وهو فلوت، فلوت هو عدد بالفاصلة. وراء فلوت بيان سير فلوت تاني يعرفو اردوينو، تقولو فلوت راح يعرفو ام مثلا يساوي 3 فاصل فاصل في الاردوينو تقول نقطة فاصل 15 مثلا، ديرو بوان فيركي. كون نكتب له مثلا هنا نجي انتيغر ونقول له 3.15، مش راح يهز 3.15، راح يهز غير 3 فاصلة، ما يهزهاش في انتيغر في بايت وفي لونغ انسيدو سويت، لازم تكتب له المتغير من نوع فلوت. عندنا ورا فلوت عندي دوبل، وهو ايضا عباره عن فلوت وش هو اكبر منه كما انتيغر اند لونغ. لونغ هو انتيغر كبير، نفس الشيء فلوت هنا ودوبل. ورا الدوبل عندي ورا الدوبل دونك عندي تشار، تشار هو عباره عن كاركتر ولا حرف، نقدر نديكلاري في الاردوينو الحروف تاني غير تشار. واش من تشار هو داتا تيب يوز تو ستور كاركتر فاليو، دونك عندي كاركتر ليترال ار ريتن ان سينجل كوتس، مثلا كي نجي نديكلاري نقولو ا وحاط لها زوج شلطات هادو اللي منا. من بعد ما شفنا انواع من داتا تيب ولا بعض انواع المتغيرات هي الاكثر استعمال، مازال فيه انواع اخرى لكن هذه الاكثر استعمال، نروحو نشوفو اريثميتيك. يعني عندنا عملية الجمع هي جمع مباشرة، الطرح هي عملية طرح، عملية الضرب هي تكون نجمة، وعملية القسمة تكون عبارة عن سلاش. هادو هما اريثميتيك اوبيريشن. هنا عطاني هادو دي فاريابل كيما كنا نقولو ايكغاك، هو عبارة عن متغير يساوي ايكغاك زائد 3. هنا راهو الشكل تاع كونتور، نوع من انواع لي كونتور. عطاني اكس ايكال اكس موان 7 تاني نوع من كونتور. ايسونسيال العملية اللي قاعدة تصرا هنا هي عملية جمع، هنا عملية طرح، عملية ضرب، عملية قسمة. عندي تاني كومباوند اسينمنت ولا عمليات اللي تكون بين لا ديكلاراسيون تاع فاريابل وعمليه رياضيه. عطاني هنا مثلا كومباوند اسينمنت كومباين الاريثميتيك اوبيريشن وي ذا فاريابل اسينمنت، يعني راح ندير ديكلاراسيون تاع فاريابل مع اوبيراسيون ماتيماتيك، هادو مع بعضهم يسميو لي كومباوند اسينمنت. شوفوا مثلا هنا كيكتب لي اكس بلس بلس، واش معناها هذه؟ سيم از اكس ايكوم اكس بلس 1 اور اكريمنت اكس باي 1 باي بلس 1، واش معناها هادي؟ كي نقولو انا اكس بلس بلس هذا في اللونجاج سي، اللونجاج دو بروغراماسيون، معناتها نقولو اكس زيد له 1، يعني اكس تاعي مثلا كان صفر، كي يوصل اكس بلس بلس يولي لي 1، يزيد يلقى اكس بلس بلس يولي لي 2، شاك فوا يوصل اكس بلس بلس يزيد له وحده. هنايا اكس ماينس ماينس معناتها نقص لي 1، هنايا اكس بلس اوفر ايكغاك واش معناها؟ عطاك هنا اكس هي اكس بلس ايكغاك، وانسي دو سويت اكس ماينس
ايكوال اي هي اكس موان اي هنا كندير لا برودكسيون و ايغال اكس فوا ايغال اي معناتها اكس تساوي اكس فوا اي وهنا اكس باي ايكوال اي معناتها اكس يساوي اكس على اي هادو انواع تاع كومباوند اسينمنت دوك نوصلو بعدا لي كونتور بصفه عامه ولا عمليات رياضيه اللي حاب يدير عمليات رياضيه معقده بدرجه بينو يقدر يستعمل هادو يساعدوه باه ما يكتبش فورمول كامله كما هذه يكتب مباشره اكس بلس بلس هذه هي الفائده تاعها. نجيو هنا نشوفوا وراء كومباريزون اوبيريتورز يعني لي زوبيراتور دو كومباريزون باه ندير المقارنه هنا هذه ثاني مهمه جدا في الاردوينو كي نحب نقارن بين زوج متغيرات مثلا هنا كتب لي اكس يساوي يساوي y واش معناتها هنايا اكس ايكول از ايكول تو y هنا الفرق بين كومباري بين كي ندير في ديكلاراسيون وكي ندير هذه الفرق بين في ديكلاراسيون كما راني داير انا هنا هنا قلت له انتيغول y ايكال 10 واش معناتها هذه معناتها y هذه 10 حطيتها في y هذه واش معناتها معناتها 10 حطيتها في y يعني y تاعي هو 10 هنا قلت له باللي x و y متساويين عايش نفس الشيء على هذه دار لي زوج مرات تساوي هنا x ايكول تو y هنا لا يساوي دير عملية تعجب وتساوي معناتها لا تساوي هادو هما معروفين أصغر وأكبر وأصغر من أن يساوي وأكبر من أو يساوي نشوفوا لوجيكال أوبيريتورز معروفين ومثالين لوجيكال أوبيريتورز في الأردوينو أعطاني مثلا الأند الأند نشوفوا إحنا هنا إيف أعطاني إيف إيف هي معناتها إذا كان إحنا ما يهمش يهمنا قال لي إكس أكبر من صفر ودير لي هادو أند هادو زوج أند اللي لقى في الكرافي في الكرافي من فوق في الأ x اقل من 5 واش معناها هذه قال لي x عطاني مجال هنا تاع x x محصور بين 0 و 5 and يعني x اكبر من 0 x اقل من 5 هذه هي و بالعربيه بالفرنسي اي و بالانجلي and اذا درنا حبينا نديرو او ولا اور هنا نديرو دو بار هذو لي دو بار لي واقفين قال لي x اكبر من 0 او y اكبر من 0 هنا يعني عمليه ستا اور في اللوجيك عبارة عن اور النوت ها عطاني هنا النوت اف عملية تعجب اكس اكبر من صفر واش معناتها هذي قال لي ترو اونلي اف اكسبريشن از فالس يعني هذا الكونديسيون هذه اللي هنا بعد نوصلوا لهذو الاف يعني نهزوا العكس تاعها ماشي نهزوها هي يعني نفيد اكس اكبر من صفر اذا كان اكس اكبر من صفر هنا النتيجة تاعي تخرج زيرو يعني النتيجه تاعي تخرج فورس ماهيش ترو اذا كان اكس اقل من صفر هنا تخرج لي ترو لانه عندنا عمليه نوت بعد نشوفوا لي زيكزامبل هادو كي نديروا كالكو اكزامبل على بروغراماسيون هنا عطاني لي كونستانت لي كونستانت فيهم نوعين بالتقريب ولا ثلاثه واش معناتها كونستانت نقدر من في الاردوينو نقدر نقول له كونستانت يعني هنا نكتب له كي نكتب له كونستانت كيما هكذا باردون بالاو معناتها قلت له حاجه ثابته نقدر نقول له مثلا كونستانت انتيجر يعني قلت له راه فاريابل وعباره عن عدد صحيح بصح راه ثابت ماهوش متغير يعني عدد ثابت مثلا كيما نستعملوه في لي بين في لي زونطري في لي سورتي لي بين ما يعرفوش يتبدلوا لي بين راه عندك مثلا بين رقم 8 تبقى بين رقم 8 وعطاني ثاني هنا ترو اند فورس هذه ترو اند فورس نستعملها ثاني في لا بروغراماسيون ترو معناتها صحيح فورس معناتها خطا قال لي if b equal true شو معناتها if b equal true معناتها هاو عطاك هنا these are boolean constants that define logic levels false is easily defined as zero while true is often defined as one هنا وش معناها معناتها true هي واحد و false هي zero وش قال لي هنايا but can also be anything else except zero عطاني true هي واحد ولا قادره تكون اي حاجه خلاف ماشي لازم واحد قادره تكون زوج ثلاثه مليار ناقص 50 دونك هنا هو عطاني ناقص واحد اثنين ناقص 200 اسي دو سويت يعني اي حاجه تختلف على صفر نعتبرها ترو اي حاجه تساوي صفر هي فورس وعطاني هاي اند لو هاي هي هاي ليفل كما قلنا اند لو ليفل يعني هاي ليفل تمثل 5 فولت واللي هي اللي تمثل لي الاون واللي هي اللي تمثل لي واحد او عطاني هنا هاي از ديفايند از لوجيكال ليفل ولا اون اور 5 ولا هي 0 ولا اوف ولا 0 فولت
أعطاني input output معروفين. input هي entry, output هي sorty. هما اللي entry اللي sorty اللي نخدمو بهم في الأردوينو. هنا نحبسو الفيديو هذا باه ما تكونش معلومات مكثفة. بعدها راح ندخلو في ليزيكزامبل, راح نحاولو نخدمو بهذو الأمور اللي هضرنا عليهم اليوم, واللي عنده أسئلة يقدر يخليها في لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمة الله.